إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قضاء الحوائج. إن شريعة الإسلام تضبط حركة الإنسان في مجالي العبادات والمعاملات، والأصل في العبادة الحرمة إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص، فالأصل في العبادة الحرمة إلا بنص، أي لا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع، والأصل في المعاملات الإباحة إلا إذا وجد نص مانع. هذه من حكمة الشريعة التي قال فيها ربنا في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والإنسان خلق في هذه الحياة ليحقق سر وجوده، وسر وجوده يكمن في تحقيق العبادة لله، وهو المقصد الأساس، كما قال ربنا عز وجل في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونحن أمة الإسلام، الأمة الشاهدة على الناس، التي شرفها الله وكلفها في الوقت نفسه، كما قال ربنا في سورة البقرة في الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة أيضا لا بد أن تحقق معنى العبودية لله، كما قال ربنا في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنون الآية 52: وإن قراءتان: هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولكن العبودية والعبادة لها مفهوم شامل يستغرق الدنيا ويستغرق الآخرة معا، وهذا هو التوازن المطلوب المشار إليه في قوله تعالى: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لابد أن نعمل للآخرة لأنها دار القرار، وهي دار الخلود، وتبدأ رحلة الخلود من الموت، دار القرار، حياة الخلود. أما الدنيا وهي قصيرة ولو طالت فهي أقصر من أن نقصرها،
مطلوب منا بمنطق الشريعة أن نعمر هذه الدنيا وأن نحقق قيمة التعاون فيما بيننا، ويعمل بعضنا من أجل في سبيل الله ويخدم بعضنا بعضا، كما قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. والعبادات صنفان: العبادات التي يعود نفعها على الإنسان من صلاة وصيام وحج وعمرة إلى غير ذلك من عبادات، ولكن هناك عبادات أخرى يتعدى نفعها إلى الغير، فالأولى قاصرة النفع والثانية متعدية النفع، يتعدى نفعها وأثرها إلى الغير. لذلك جاء هذا الحديث الجامع للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث 2699. هذا الحديث الجامع من جوامع الكلم رسم لنا منهاج الحياة، علمنا كيف نتمثل نصوص الوحي الطاهر. من هذه النصوص ما قال ربنا في سورة الحجرات الآية 13: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما قال ربنا في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكذلك ما قال ربنا جل جلاله في سورة البقرة الآية 148 وفي سورة المائدة الآية 48: فاستبقوا الخيرات، وما قال ربنا في سورة الحج الآية 77: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن السنة النبوية بيّنت ما ورد من نصوص الوحي من خلال رسم هذا المنهاج الذي يؤدي بالإنسان
إلى تحقيق رضوان الله جل جلاله، وفي الوقت نفسه إلى تحقيق البراءة، براءة الذمة في الحياة، ويحقق السعادة بذلك في الدنيا، لأنه تمثل نصوص الوحي بقدر المستطاع، إذ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فيعمل الإنسان بمقتضى الوحي على تحقيق براءته من خلال تمثله لنصوص الوحي، فيعمر الحياة ويتعاون مع بني البشر، لأن الأصل المشترك يجمعنا، كما في الآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة. تبين هذه الآية الأصل المشترك وانتماؤنا إلى الأسرة البشرية، يحتم علينا جملة من التبعات لتحقيق البراءة. لا بد من العمل على الوفاء بهذه الالتزامات، وانتماؤنا إلى الأمة ونحن ننتمي إلى أمة الإسلام، كما قال ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا يمكن أن تقبل شهادة الغائب، الغائب ترفض شهادته، أما الحاضر تقبل شهادته. لذلك قال ربنا: لتكونوا شهداء، شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الآية 143 من سورة البقرة، والآية 41 من سورة النساء أيضا تشرح بعض معاني هذه الآية، خاصة ما يتعلق بشهادة الرسول علينا يوم القيامة. وقد قال ربنا في الآية 41 من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والآية 139-140 من سورة آل عمران ربنا يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. يبدأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وكرب الدنيا لا نحصيها عددا، فالدنيا دار البلاء، دار الابتلاء، كما قال ربنا في سورة البقرة في الآيتين 155-156: ولنبلونكم، كلنا معرض لذلك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. وهو ما تأكد في سورة الملك في الآية الأولى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، وهذا الجزء من الحديث ينسجم تماما مع الآية 280 من سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أو ميسرة، قراءتان. إذن هذا هو التيسير المطلوب في شرع الله عز وجل. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ما أحوجنا إلى أن يستر بعضنا بعضا. في زمن التكنولوجيا وفي زمن الإنترنت وفي زمن هذه الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها الناس، الاستخدام السيء للتكنولوجيا دمر البيوت،
خرب الأسر، أوقع الفتن التي لا نحصيها عددا، فصارت الفضيحة فناً، فيتفنن بعض الناس في فضح الناس، حتى النصيحة لا تقبل أمام الناس. النصيحة نصيحة، والنصيحة لا يمكن أن تتحول إلى فضيحة. هذه الفضائح التي نشهدها في العالم الأزرق كما يسمى، وهو عالم أسود مدمر مخرب. والعيب ليس في التكنولوجيا، التكنولوجيا وسيلة، والفقه الإسلامي قرر قواعد ذهبية، من هذه القواعد أن الوسائل لا حكم لها، الوسائل لا حكم لها. أما الإحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد، فالاستخدام السيء للتكنولوجيا دمر البيوت، أوقع الفتن بين الناس، نشر الفضيحة بكل شكل وبجميع الصور. هذا أمر محزن. نبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الرحمة، ربنا قال في سورة الأنبياء الآية 107: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول عن نفسه: أنا الرحمة المهداة. أراد لنا الرحمة نبي الرحمة، قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إلى أن يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى طلب العلم. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فقال العلم: أنا أحرزت رايته. وقال العقل: أنا الرحمن بعرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال: بأين الرحمن في فرقانه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. العلم الشريف الذي يتصل بالله ليعمر، لأن العلم إذا اتصل بالله عمر، وإذا انفصل عن الله دمر. والدليل في أول ما أنزل: اقرأ باسم ربك. نبينا صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى طلب العلم فقال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن طريق العلم، طلب العلم يؤدي إلى دخول الجنة إن شاء الله وقدر. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، لما؟ لأن القرآن منهاج حياة. الدليل في سورة الإسراء الآية 9، يقول ربنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي سورة الجن في الآية الأولى والثانية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وكلنا نطلبها، كلنا نطلبها. السكينة هي أساس السعادة في الدنيا. لا سعادة بلا سكينة، لا سعادة بلا سكينة. الدليل ما قال ربنا في سورة الفتح الآية 4: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الحديث: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. ما أحوجنا إلى أن تتنزل علينا الرحمات. الماء أزمة العالم الآن، أزمة من كبرى الأزمات التي تعاني منها الأسرة البشرية. الماء قد يكون سبباً
للسلم العالمي والأمن العالمي، وقد يكون الماء سبباً للحروب، سبباً للفتن، أزمة الماء. وقد قال ربنا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لذلك لا بد أن نعمل جميعاً على فهم هذه الأمور. فنبينا صلى الله عليه وسلم أراد بنا الرحمة، نتراحم ليتنزل علينا الماء. وقد قال ربنا في سورة الذاريات الآية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الأرزاق في يد الله، والماء سبب أساس لقيام الحياة، مقوم أساس لعمار الدنيا، بل الماء هو وسيلة للعبادة. نتوضأ بالماء، نغتسل بالماء. وقد قال فقهاؤنا: هي الطهارة الأصلية، الطهارة المائية. نحتاج إلى الماء للعبادات، المعاملات، للصناعات، للتجارات، للزراعات، لكل شيء. إذن فالماء هذا وجه من وجوه الرحمة. ولكن هل نستحق أن تتنزل علينا الرحمات؟ لا ندري. نراجع أنفسنا، نحاسب أنفسنا، كما قال ربنا في سورة الرعد الآية 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا اجتهدنا في تغيير ما بأنفسنا، سيغير الله ما بواقعنا، وينزل علينا الرحمات، وهو الرحمن الرحيم، وينزل علينا الماء، ونعيش في سعادة في هذه الدنيا لنعمر هذه، وسوف نذهب منها ونتخلى عن هذه الحياة وإلى الأبد، لأن الآخرة هي دار القرار. وربنا وهو الذي يعلم السر وأخفى، إذا رأى فينا رحمة نتراحم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا تمثلنا قيمة الرحمة في حياتنا، في أسرنا، في مجتمعنا، في جميع مجالات الحياة، سينظر الله إلينا بعين الرحمة. وإذا نظر إلينا بعين الرحمة يرتفع الوباء، كورونا وأمثالها، ترتفع الأوبئة، ويتنزل الماء، وتتنزل الرحمات. لما؟ لأن الله نظر إلينا بعين الرحمة. وفي الأخير، وذكرهم الله في من عنده: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي نهاية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله. إذن السر في العمل. ذلك قال ربنا في سورة التوبة الآية 105: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هكذا قال ربنا. والحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث 2699. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا، رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.